مثلا ابراهيم من دراو، تاجر ادوات زراعيه سوق الجمال، ابيع السرايم والحبال والمناجل والمداور. السرايم دي برضو بتستعمل البقر والجاموس والجمال وكده. السرايم الحبال برضو استخدم العجول والبقر والجمال، بيعمل دفاين وحجن وقبيات عجول ودفاين تحت رجلين اللي هي دي اخر بتاعت رجل واحده. الله ينور عليك. وبتبتدي اللهم صل على محمد. سوق الجمال فقط؟ سوق الجمال هنا، وبقيت هنا في سوق ثلاث. يعني في سوق الجمال وسوق المواشي الجمال يومين، يعني اربع يومين. سوق الجمال ده الاحد حد وسبت. الاحد وسبت سوق الجمال. وهنا يوم الثلاث مواشي وعجول وبقر وابتدى وحمير وجمال. هنا بس يا اخي يوم السبت ده خاص بس يعني بتاع الجمال بس. سبت وعدت. بعد كده ابويا وعمي يعني من زمان شغالين فيها. اسمها تجارة دي يا اخي؟ ادوات زراعية. ادوات زراعية والخاصة بالجمال ولا؟ خاصة بالجمال والعجول والبقر وكده. الاربطة. الاربطة والمواشي. تشتريها جاهزة ولا بتصنعها؟ لا يا راجل نشتريها جاهزة. مصيبه يا حسن، خلي